يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك ظاهرة عند بعض الشباب وهي الامتحان بالأشخاص، فإن وافقته فأنت من أهل السنة وإن خالفته فأنت مبتدع، فما النصيحة في ذلك؟ النصيحة أن نقول من وافق الكتاب والسنة فهو من أهل السنة دون نظر إلى الأشخاص إلا محمد صلى الله عليه وسلم، فنحن لا نتبع إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وأما غيره فمن اتبعه اقتدينا به ومن خالفه فإننا نخالفه، فالمتبع هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله: من زعم أن شخصاً يجب اتباعه غير الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، لأنه أثبت أن هناك من يتبع غير الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يتبع إلا من اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا نمتحن الناس بالأشخاص، وإنما نمتحنهم بالكتاب والسنة واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا بغت تتبعه بشخص تمتحنه بشخص، امتحنه بالرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي يجب اتباعه والاقتداء به. نعم.